نجم اوضه اللبس النهارده نجم كبير، كل الناس بتحبه، كل الناس بجميع يعني انتباهاتها بتحبه، عشان كان لعيب كبير جدا وعشان راجل اخلاقه عاليه جدا. بتشرف ان ضيف النهارده كابتن ربيع ياسين. منورنا يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، انا بتشرف مع حضرتك طبعا، ده نجم عالمي كبير جدا وحاجه جميله جدا، فبتشرف ان انا مع حضرتك. لا ازاي، انا اتشرف بحضرتك. الله يخليك. لما بتشوف الفيديوهات دي بتحن للملعب تاني؟ طبعا لحد دلوقتي انا في الملعب بلعب مع فريق الشمس، عندنا في النادي الاهلي 3 مرات في الاسبوع. لسه الدنيا لما اكون فاضي لازم انا، هي دي متعتي يعني، ما عنديش اي حاجه تانية في الفراغ غير كره، ان انا العب كوره بس يعني، ما بس بحبش ان انا، فبروح اقضي وقتي كله في النادي والعب. بلعب بقى، بنلعب كلنا بقى حاجه. ما بتلعبش طاوله مثلا؟ لا ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. تتفرج على ماتشات كوره وتلعب كوره؟ وماتشات كوره مش كتير كمان. مش هي ماتشات كوره بتفرج عليها، معلش يعني، انت مش هي ان في ماتشات معينه، في فرقه معينه، في لعيبه معينه تعشقها وتحبها ولان هي المتعه، المتعه في كره القدم، الاصل في كره القدم هي المتعه والابهار. فتعودنا وحبينا الكرة عشان شخص معين، احنا حبينا مثلا الكرة العالمية مثلا في البرازيل، لان عندهم الابهار وعندهم الامتاع وعندهم المهارة وعندهم الجمال. فكل واحد بينتمي لحتة بيحبها بس، فهو ده الاصل في الكورة. فبتروح انت بتدور على الحتة دي فين وتشوفها عشان تقعد يعني تفرج. زي مين دلوقتي؟ يعني زي ايه دلوقتي؟ مين النهاردة اللي لما بتفتح التلفزيون الماتش اللي انت تقول لا انا هقعد اتفرج على الماتش ده؟ ده عالمي ولا في مصر هنا؟ عالمي. لا مصر اكيد بتفرج ماتشات عالمي. عالمي طبعا، في ليفربول طبعا لان هو في المقدمه دلوقتي، في الريال طبعا، في برشلونه، لان احسن لعيبه في العالم في الانديه دي كلها، الدوري الانجليزي كله معظمه ما شاء الله في ابهار، في متعه قوي. الريال احنا بنحبه عشان الاساس في الريال كان في فيامنا نجوم كثيره جدا في الريال، كثير جدا حبيناهم، وبرده في برشلونه. فقصدي دول فريقين كبار فيهم امتاع وفيهم ابهار وفيهم شغل على اعلى مستوى. بس حضرتك ما بتشجعش حد فيهم؟ لا انا بشجع الريال. ريال مدريد زي انت. وحازم الريال. الريال. فبس ادي كره القدم يعني. حضرتك بكل صراحه يعني لما بتفرج على ماتشات المنتخب وماتشات اللي بتتعرض للاهلي وفي المنتخب في الثمانينات، انت فعلا انت كنت سابق عصرك يعني، انت كنت باك ليفت تلعب بيمينك، ولسه كنت بتكلم معاك ان في ايطاليا طول تاريخ ايطاليا 90% من الباكات ليفت اللي جم لايطاليا بيلعبوا بيمينهم. هل حضرتك كنت اول باك ليفت جه في مصر بيلعب بيمينه؟ ممكن هو التوظيف من الصغر يعني، لما رحت النادي الاهلي باك ليفت، مع ان توظيفي المفروض ما كانش باك ليفت، باك رايت ولا باك رايت، يبقى قدام، لان انا بسجل هوايتي دايما انا يعني. اولا الموهبه موجوده عندي من الصغر، لان يعني كنت كره الشراب زمان في البلد كانوا بياخدوني في ماتشات التحدي عشان اكسب الفرقه. فاللي اقصده ان دايما المهاره بتبقى موجوده قدام، لما تلاقي لعيب هداف توظفه قدام، ده الفكر والنضج. امال ايه اللي حصل بقى؟ لا هو خلاص ثبتوني على الباك ليفت، فانا جيت نادي الباك ليفت، فخلاص مشيت في الباك ليفت. يعني مين اول واحد لعب حضرتك باك ليفت؟ باك ليفت وانا كنت في البلد من الفاشن بني سويف، انا من الفاشن بني سويف. فلعبت في مركز الشباب، المدرب جه في يوم كده راح حاطيني باك ليفت. وانا صغير الكلام ده 14 سنه و15 سنه خلاص بقى مسكت فيه، فخلاص مسكت فيه. فكانوا بيلعبوني باك ليفت وانا صغير، وكنت بطلع جريء، عندي الجرأه، ما الموهوب بيبقى جريء من صغره، ما عندوش مشاكل الموهوب. فكنت بطلع واعمل شغل هجومي، حتى لما رحت بني سويف لعبت في الدرجه الثالثه كنت هداف وانا باك ليفت، وانا باك ليفت. فخلاص مع النادي الاهلي خدوني باك ليفت، خلاص توظيفي بقى باك ليفت وبعمل شغل كويس. وفي نفس الوقت لما كانوا بيحتاجوني في الباك رايت كنت بغير، ولما مساك برضو ليبرو، يعني الاربع مراكز تقريبا انا لعبت فيهم في النادي الاهلي في منتخب مصر. بس في الجيل اللي قبل حضرتك كان في باكات ليفت بيلعبوا بيمينهم؟ كان الجيل بتاع السبعينات في كان الكابتن، كان في النادي الاهلي كان في كابتن هاني مصطفى بيلعب تقريبا، كان بيلعب باك ليفت وبيمينه. باك ليفت. كابتن هاني ما كانش مساك؟ لا كان تقريبا في الشمال شويه، لو قصش في الليفت وبعدين كانوا بيدخلوه تقريبا في القلب يعني. كان في كابتن فتحي مبروك ما كانش اشول، كان برضو جابوا مدحت رمضان ما كانش اشول، كان يمين، حازم خالد ما كانش اشول، كان في بقى في نفس سني وعمري بدر حامد برضو ما كانش اشول بس راح الزمالك. جه بعد بقى الاشول، جه بعد مثلا محمد يوسف، عماره، عبد الوهاب الله يرحمه، عبد الوهاب طبعا الله يرحمه، بعد بقى سيد معوض، سيد معوض طبعا، جيلبرتو، جيلبرتو بداوا يركزوا على الاشول. فكانت ميزه ومش ميزه يعني، الحمد لله، انما الواحد يعني كان بيحاول وبيطور نفسه، ودايما المدرب الكويس الشاطر بيفرق مع اللاعب الكويس الموهوب. دي مع دي بتعمل معادله رائعه. لما يجي لك مدرب شاطر ويقول لك انا عاوزك تطور من ادائك من صورك ويزرع فيك الثقافه الفنيه، دي مهمه جدا يا كابتن ميلو.
لما انا كنت زمان وانا لما طلعت مثلا كل طموحي ان انا اطلع في التلت الامامي عشان اعمل كروس بالعرض. لا مش ده بس كفايه الطموح، عايز اجيب جول. ان انا لازم انا نفسي لازم اقطع على جول في لحظه من اللحظات. انا نفسي لازم اصنع جول، ما انا ممكن واحد يمسكني خلاص، انما انا اهرب ازاي في التلت الامامي؟ هي دي الموهبه ودي المهاره وده التطوير. ففي اوقات كتير جدا لو تشوف اهدافك يكون في هدف مثلا 1 2 وفي هدف تصويبه وفي هدف بدماغي وفي اهداف وانا واقف متنوعه. فده كله كان ساعدني فيه مدربين معينين يعني، وقدروا ان هم مين يا كابتن؟ هو رقم واحد الكابتن جوهري. كابتن جوهري الله يرحمه. كان كنت بيقعد واتفق معاه ويتفق معايا. كابتن جوهري ده ما كانش مدرب بس، كان كل حاجه بالنسبه لي يعني. حتى لما ختمت مسيرتي والتدريب انا كنت بروح له دايما واقعد معاه واناقشه في حاجات كتير جدا كنت بفهمها وانا لعيب. يعني قصدي كان هو يشرحها وانا لعيب، انا كنت بحتفظ بكل ورقه الكابتن جوهري كان بيشرحها لنا. وبعدين لما رحت بقى التدريب وهو جه مدير فني للاتحاد، كنت انا ماسك مواليد 99 80 90، فكنت بروح له البيت بقى بالتقارير الفنيه اسافر ويساعد حضرتك. هو كان مدير الفني للاتحاد وكنت دايما التقارير، وبعدين اساله بقى ويسال لي يقول لي طب انت عملت ايه، يقول لي بقى السفريه في الماتشين في ال 180 دقيقه عملت ايه، غيرت ازاي. فطبعا كان استاذ الجوهري سابع عصره ومدرب كبير، هو اللي كان بدايه التطوير بتاع الباك ليفت عندي انا في التلت الامامي بالذات. فطبعا انا كنت بحب التمرين جدا وكنت لازم اكون فت، ان انا عشان اعمل اللي انا عاوزه لازم اكون فت، بحب التمرين وما كنتش بطلع الملعب بسهوله، لازم كنت بكمل كتير جدا، وممكن هتلاقيني اضافه مع كابتن علاء اضافه مش عارف مين، وحتى مدرب حراس المرمى كنت بتمرن معاه عشان ازود، لان انا كنت بجري كتير جدا وعاوز اجهز وعاوز اعمل كل حاجه كويسه تخليني ان انا يعني مع الجمهور ومع النادي ومع المسؤوليه ومع التطوير بس العقلية. العقلية اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هل بتلاقيها في لعيبة؟